ايه الفرق ما بين الدوكيومنت كنترول والداتا انتري؟ الداتا انتري بيكتب الحاجة، يعني الداتا انتري بينقل الانفورميشن الموجودة في ورق على الكمبيوتر، يدخلها، بس هو مدخل البيانات، بيدخل البيانات دي بس على سيستم. انما الدوكيومنت كنترول هو بيكنترول كل البروسيس بتاعت الدوكيومنتس الموجودة في الشركة عنده، بيستلم الاوراق وبيطلع من عنده الدوكيومنتس اللي هي المفروض تطلع للاكسترنال بارتيز، بيتابع تنفيذ الاجراءات بتاعه الكواليتي وبتاعه الاوديت في الشركه عنده، بيتابع كل الدوكيومنتس الفنيه في المشروع او في الشركه بتاعته. ملوش علاقه خالص بالداتا انتري، لان الداتا انتري هو بس ما كل ما عليه ان هو بينقل الدوكيومنت اللي عنده، بيحولها الانفورميشن موجوده على السيستم. بس الدوكيمنت كنترول بيكنترول كل الانفورميشن والدوكيمنتس الموجودة عنده في المشروع.